قضية اليوم أزمة الثقة إن صح التعبير في حكومة رئيس الوزراء المكلف لحبيب الصيد بعد أن أعلنت حركة النهضة وكذلك حزب نداء بل وكذلك حزب الجبهة الشعبية وأفاق تونس والمؤتمر الديمقراطي والمبادرة عزمها عدم منح الثقة لهذه الحكومة في البرلمان مما أدى إلى تأجيل جلسات الحكومة. عموما نربط الاتصال مع مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس ثامر الزغلامي. ثامر مرحبا. رمضان مرحبا ثامر، ما هي آخر الأخبار عندكم في هذا الموضوع؟ آخر الأخبار هذه الحكومة التي أعلنها منذ فترة الحبيب الصيد ستشهد تحويرات من حيث تركيبتها، كما أعلن القيادي في نداء تونس الطيب الباكوش حيث أعلن أن هذه الحكومة ستشهد جملة من التحويرات خلال الأيام القادمة بعد الاحترازات التي قدمتها أو قدمها عدد من الأحزاب السياسية خلال الأيام الماضية. ويذكر أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد دخل في مشاورات الربع ساعة الأخير منذ يوم أمس مع عديد الأحزاب السياسية، التقى حركة النهضة وأيضا التقى أفاق تونس والجبهة الشعبية وأيضا نداء تونس هذا اليوم، وذلك للنظر في كيفية مرور حكومته بعد تأجيل جلسة منح الثقة في البرلمان. ونشير إلى أنه تأجيل هذه الجلسة كان يعود لعدم المصادقة إلى حد الآن على النظام الداخلي للبرلمان، وبالتالي بعد جملة هذه اللقاءات استقر الرأي على تحوير بعض الأسماء في التركيبة لضمان مرور هذه الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان. يعني أريد أن يعني أسألك عن شيء، هل أنت قلت بأن تأجيل الجلسة جاء لنظرا لعدم الاتفاق على قانون المجلس الوطني، أليس كذلك؟ لا. يعني ما حدث في البرلمان ليس ليا للذراع بالنسبة للحكومة الجديدة وللرئيس المكلف رئيس الوزراء المكلف. لا أعتقد ذلك، لأنه النظام الداخلي للبرلمان استعصر كثيرا بالنقاشات والجدل داخل البرلمان، وبالتالي فإن مناقشة النظام الداخلي للبرلمان والمصادقة عليه قبل المرور بطبيعة الحال وهذا بالقانون للمصادقة على أي مشروع قانون وأي قرار آخر، وبالتالي فإن النظام الداخلي ومناقشته والجدل الذي أثير حوله هو الذي أجل النظر في الحكومة. وكانت فرصة للحبيب الصيد لمراجعة بعض مواقفه وأيضا مراجعة بعض الأسماء في تركيبة حكومته الجديدة بعد الاحترازات التي قدمتها مباشرة الأحزاب السياسية الكبرى في البرلمان بعد الإعلان عن تركيبة هذه الحكومة. شكرا لك ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس، أنت تتابع آخر التطورات في هذا الشأن وتوفينا بها أول بأول. نستمع لبأس نستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء المكلف لحبيب الصيد عندما أعلن عن تشكيلته الحكومية. والحكومة الجديدة هي حكومة كل تونسيين وتونسيات، غايتها الأسمى تجسيم أهداف ثورة الحرية والكرامة وترسيخ المسار الديمقراطي وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة كافة الفئات والجهات وخدمة المصلحة الوطنية التي تعلو فوق المصالح الحزبية والفئوية. والحكومة الجديدة هي حكومة كفاءات وطنية تضم شخصيات سياسية وإدارية ومن المجتمع المدني ومن أهل الخبرة والاختصاص، كما تتسم بحضور متميز للمرأة والشباب. وكل عضو حكومة مطالب بتطبيق سياسة الحكومة وبرنامجها وليس سياسته الخاصة. وبرنامج الحكومة نابع من برنامج حزب حركة نداء تونس ومقترحات الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. إذن قالها الرئيس الوزراء المكلف لحبيب الصيد، إنها حكومة كفاءات ينبع برنامجها من أو تنبع سياستها من برنامج حزب نداء تونس. نستقبل معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة السيد ناجي جلول عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا. التقيناك في تونس وسعدنا بالتقائك في الانتخابات الأخيرة، نسعد باستقبالك اليوم عبر أثير مونتي كارلو الدولية في استوديوهاتنا في باريس، ونستقبل معنا أيضا من تونس دائما سيد الحبيب خضر، عضو في كتلة حركة النهضة. سيدي اسمك الحبيب خضر؟ هكذا ينطق. نعم الحبيب خضر. نعم الحبيب خضر، تحية ليك والكل إخوة المستمعين ولضيوفك. عسلامة، أهلا وسهلا. ومعنا أيضا من تونس السيد منجي الرحوي، عضو في الجبهة الشعبية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، وقد سبق وأن استضفناك في هذا البرنامج. السؤال الأول البديهي الذي يمكن أن نواجهه إلى ممثل نداء تونس السيد ناجي جلول، عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، ألا تتوقعون بأن هذه الإعلانات التي تقول بأننا لن نمنحكم الثقة، لأن نداء تونس انفرد أو استفرد بالسلطة في البلاد، مستبعدا مثلا الجبهة الشعبية ومستبعدا النهضة، وهما يعني ثقلان كبيران في البلاد؟ سيدتي، هذه الحكومة ليست حكومة نداء تونس. نداء تونس هو كذلك غير ممثل، مثل ما قال السيد عبد السيد، هي حكومة كفاءات وطنية. في الحقيقة نحن في نداء تونس إذن ما معناها حكومة كفاءات؟ معلش خليني نشرح الأمور، هل معناها حكومة تكنوقراط؟ هي حكومة تكنوقراط. لماذا حكومة تكنوقراط اليوم في تونس بعد هذا بعد هذه المسيرة الانتقالية السياسية الناجحة؟ السؤال يجب أن أوجه إلى السيد أحمد السيد، ليس لي، لأن نداء تونس أيضا مستاء من قلة تمثيلية نداء تونس داخل الحكومة. نداء تونس ربح الانتخابات والحزب الأغلبي، ومن المنطقي أن يكون هو الحزب الممثل أكثر من غيره داخل هذه الحكومة. نداء تونس ممثل بنسبة ضعيفة، وزراء وحتى وزراء نداء تونس يغلب عليهم الطابع التكنوقراطي. إذن هذه الحكومة إحدى مساويها وهو إلغاء السياسة. يعني في آخر المطاف نحن عملنا ثورة، نظام بن علي كان يلغي السياسة إذن، وقمنا بثورة لعودة السياسة. واليوم إذن نرى تمشي إذن في الحقيقة غير مقبول، وهو تمشي حكومة التكنوقراط. انتهى عهد التكنوقراط، إذا نحن قمنا بانتخابات والشعب التونسي قام بانتخابات وبرامج لكي تعود السياسة، ولا يمكن أن تعود السياسة إلا بتمثيلية حقيقية. إذا يا سيدي الكريم، يعني دعني أقول، دعني أستفسر هنا يا سيدي الكريم، يا سيد ناجي، طلبنا اليوم لتونس بأن تكون، خلينا نسمع على بعضنا يا سي ناجي. أرجو من السيد إذا حبيب السيد أن يستجيب لذلك. طيب خليني نسأل لك، فإذا السؤال موجه للسيد إذا الصيد، ولكن أنا أسألك هنا كممثل لنداء تونس، أليس الرئيس البلاد وهو باجي قايد السبسي الذي يعني قاد حزب نداء تونس إلى كل هذه الانتصارات، هو الذي كلف السيد الصيد، أليس هو الذي أوحى إليه بهذه الحكومة؟ أنا يمكن أن أقسم لك بأن السيد باجي قايد السبسي لم يتدخل في عمل هذه الحكومة وتشكيل الحكومة. السيد إذا رئيس الجمهورية كلف السيد حسن السيد وأعطاه الصلاحية الكاملة للتشاور مع الأحزاب بما فيها نداء تونس، وقام السيد إذا حبيب السيد مشاورات مع نداء تونس، مع حركة النهضة، مع الجبهة، مع كل الأحزاب، وانتهى إلى هذه التركيبة التي أنا أعتبرها شخصيا تركيبة هجينة. إذا هي حكومة، هل اتخذ القرار بمفرده يا سيد الكريم؟ هي حكومة 80% من المستقلين، إذا عيب هذه الحكومة أنها تمثيلية سياسية ضعيفة جدا وليست مسنودة سياسيا. إذا المشكل ليس أن توجد حزب معين أو غير معين، أنا شخصيا المشكل ليس أن توجد الجبهة الشعبية أو إذا النهضة أو غير، المشكل أن تكون هذه الحكومة مسنودة سياسيا، لأن من سجف على الحكومة هو الطيف السياسي. نحن نريد أن نعيد للسياسة مجدها عبر، إذا يجب على السيد أحمد السيد أن يعيد نسخته، وهو ويبدو أنه استجاب لذلك، وأنه بطور إعادة النسخة
بالتشاور مع أحزاب جديدة، مع فاق والجبهة ومع النهضة. نحن سنتحدث مع هؤلاء، لكن سؤال قبل أن ننتقل إلى ضيفي الآخرين، وعندي أسئلة كثيرة لهما. أليس هذا كلامك يعطينا انطباع بأن هناك انشقاق داخل حزب نداء تونس الذي ألف أطيافا وأطياف في مهمة واحدة هي إسقاط الترويكا؟ ليس هنالك انشقاق إذن في تونس، هنالك اختلافات إذن طبيعية جدا. نحن حزب ديمقراطي، نحن لسنا حزب عقائدي، هنالك وجهة نظر، لكن الموقف الذي أعبر عليه وهو إذن ضعف تمثيلية نداء تونس. نحن طالبنا في النسخة الأولى بنصف ب 12 وزير من نداء تونس، لم يقع استاذنا إلا 5 أو 6 على ما أظن. إذن السيد أحمد السيد لم يلبي مطالب نداء تونس. إذن ليس هناك انشقاق ولا اختلاف. نحن نعتبر أن السيد أحمد السيد لظروف معينة، نحن نعرف أن العملية كانت صعبة ومعقدة، لكن نعتبر أنه لم ينجح في تركيب الحكومة الأولى، وعليه أن يعيد تركيب هذه الحكومة. ما نعيبه على هذه الحكومة أنها حكومة مستقلين، في حين أن نحن أنهينا فترة التكنوكرات، أنهينا فترة المسار الانتقالي، نحن دخلنا فترة سياسية بانتهاز، ويجب أن تكون هذه الحكومة سياسية بانتهاز فقط. إذن ليس هناك لا انشقاق ولا اختلاف ولا تضارب. طيب، لكن هناك يعني أشياء غريبة تحدث. دعني أتوجه بالسؤال إلى السيد الحبيب خضر، عضو كتلة حركة النهضة. سيدي الكريم، قيل الكثير عن التقاء أو التوافق بين النهضة و نداء تونس بعد الانتخابات الأخيرة، خاصة عندما التقى الغنوشي بالسيد قايد باجي، الرئيس قايد باجي قايد السبسي، وهنأه وكان الأول في تهنئته. كيف تفسر ما يحدث الآن واستبعاد النهضة من تشكيلة الحكومة برأيك؟ هل هذا خارج عن سياسة مدروسة من الحزب الفائز ومن الرئيس الفائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نلاحظ أن تقريبا نفس التقييم الذي قلناه في بياناتنا وفي موقفنا من هذه الحكومة نستمع الآن للأخ المتحدث باسم نداء تونس، ناجي جلول، يؤكد تقريبا نفس السيد ناجي جلول. نعم، يؤكد تقريبا نفس المواقف، نفس القراءة. نحن قلنا بأن البلاد تحتاج حكومة وحدة وطنية، حكومة تعكس تنوع المشهد السياسي في بلادنا، وأن هذه التركيبة التي قدمت بكل أسف لا تستجيب لهذه التصورات، ليست مؤهلة لأن تنطلق في البلاد في مرحلة من الإصلاحات المهمة التي تحتاج إسنادا سياسيا سواء داخل مجلس نواب الشعب أو داخل المجتمع ككل. نعتقد أنها بتلك التركيبة التي أعلنت لم تكن قادرة على إنجاز المهمة. أنتم متفقون إذن؟ ولهذا حددنا موقفنا منها. يا للعجب، أنتم متفقون إذن؟ الأمر ليس إلى هذا الحد مدعاة للعجب. نحن قلنا موقفنا منذ البداية، ونبارك التحاق الإخوة في نداء تونس بهذه القراءة التي تقول أن التركيبة والحكومة التي أعلنت لم تكن في المستوى المطلوب، وتحتاج إلى مراجعة حتى تعكس أكثر تنوع المشهد السياسي في البلاد، وحتى تكون قادرة على تشكيل دائرة من الإسناد السياسي حولها تجعلها تتمكن من إنجاز الإصلاحات الضرورية. نعتبر أنه من حيث المبدأ يمكن أن تكون هناك بعض الوزارات التقنية عند كفاءات مستقلة أو تكنوقراط، ولكن يجب أن لا يطغى هذا على الحكومة ككل، وأن لا يطغى لون بذاته على الحكومة ككل. فإذا أنت تقول سيدي الكريم، فإذا أنت تقول بأن يعني هذه الحكومة رغم أنها مكونة من العديد من التكنوقراط إلا أنها تطغي لونا بذاته على الحكومة هو نداء تونس، أليس كذلك؟ طبعا إذا قارنا بين الأحزاب الممثلة، هذه الحكومة لم تتضمن إلا ممثلي 3 أحزاب، حركة نداء تونس بحجم كبير، أعلى، ثم بعدها الاتحاد الوطني الحر، ثم حزب الحقيقة مع كل اعتذار لا أحفظ اسمه بمقعد وحيد في المجلس،
هذه الثلاثة أحزاب كيف فقط. كيف نقرأ هذا يا سيدي الكريم؟ هل تعتقد بصراحة، هل تعتقد بأن نداء تونس خارج عن هذه الحسابات؟ هل تعتقد بأن الحبيب الصيد هو الذي اتخذ القرار بمفرده بإزاحة الأحزاب يعني الثقيلة إن صح التعبير في وزنا في الانتخابات الأخيرة؟ أم أنها إن استطعنا أن نخمن وأسمع السيد ناجي جلول من هنا يعترض، أنها سياسة مبيتة للتخلص من النهضة ومن الجبهة الشعبية ولي يعني إطلاق اليد للعمل بحرية. نحن بطبعنا ميالون إلى أن نبني على حسن النوايا ما لم يثبت لدينا عكسه، ولم يثبت لدينا أن الأمر يتعلق بموقف صاد عن حركة نداء تونس باتجاه حركة النهضة واستبعادها، فنميل إلى تصديق ما كان يقوله في نجي جلول وآخرون من نداء تونس من أن الأمر لا يتعلق بموقف صادر عن هذا الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد، وإنما هو اختيار من جهة ما لا نعتقد أنه كان الاختيار الأفضل، ولا نعتقد أنه كان اختيارا موفقا، ونعتقد أن التقاء تقريبا الجميع حول التقييم السلبي للتشكيلة الحكومية التي عرضت يجعلنا نستبشر أننا نتجه إن شاء الله إلى تركيبة تحقق التنوع اللازم وتحقق قاعدة واسعة لهذه الحكومة، سواء في التصويت بمنح الثقة في مجلس نواب الشعب أو يسهل اتخاذها القرارات اللازمة لإصلاح وضع بلادنا في أسرع وقت ممكن. طيب هل كانت هناك صفقة ما بين نداء تونس وبين النهضة؟ لا نتعامل بمنطق الصفقات. الصفقة سياسية، هذه لعبة سياسية يا سيدي في جميع الأحوال. لا هذا لا طبيعي. ليس بيننا وبين أحد صفقة سياسية. نحن قدمنا برنامجا، وعندما طلب منا من قبل السيد رئيس الحكومة المكلف أن نقدم تصورا وجيزا للنقاط الأساسية التي نريد أن يؤخذ بها في البرنامج، قدمنا ورقة في ذلك ما يسمى بإجراءات 100 يوم، تعاوننا من أجل أن يكون هناك برنامج مشترك، عقدنا جلسات مشتركة مع عديد الأطراف حتى ننتهي إلى برنامج مشترك لهذه الحكومة، ولكن فيما بعد صدرت ورقات الحقيقة فيها الكثير من النقائص، حتى الورقة التي وزعت بوصفها مختصرا لبرنامج عمل هذه الحكومة ولإجراءات 100 يوم الأولى لدينا الكثير من الملاحظات حولها، والأصل في أن كل هذه الملاحظات بلغت في الحوارات الأخيرة مع السيد رئيس الحكومة المكلف. طيب سننتقل إلى السيد منجي الرحوي عضو الجبهة الشعبية. سيدي الكريم، في تصريح أخير أكد السيد حمى الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية إثر لقائه مع الحبيب الصيد أن رئيس الوزراء المكلف أبدى استعداده لتغيير أو توسيع تشكيلة الحكومة حتى تنال ثقة البرلمان. هل هناك عروض قدمت لكم في هذا الصدد؟ شكرا لك على هذا السؤال. في إطار أولا الجواب على هذا السؤال والتفاعل مع الضيوف، هو في إطار الإجابة طبعا تحدثنا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة واعتراضاتنا عليها، هي يعني أهم المسائل اللي تشكل الخلاف حول هذا الموضوع وعدم اتجاهنا لمنح الثقة لهذه الحكومة. المسائل المتعلقة أولا بتشكيل الحكومة والعناصر التي في هذه الحكومة والتي لدينا عليها اعتراضات جدية، ثم المسائل المتعلقة بالبرنامج، لأنه نحن نعتبر أنه المسألة الأساسية الآن التي تطرح على أي حكومة هي مسألة البرنامج، أي برنامج الإنقاذ لتونس باعتبار ثقل المهام المطروحة الآن على أي حكومة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة لنحن نرى وأن المسألة هذه المتعلقة بمطلب حكومة وحدة وطنية هي تخفي وراءها رغبة حركة النهضة في أن تتجد بالسلطة بأي طريقة كانت. المسألة هذه طرحت معناها من قبل الانتخابات عندما كان هناك توقع لعدم فوز حركة النهضة في هذه الانتخابات التشريعية، ثم هذا المطلب أصبح أكثر جدية بعد الانتخابات عندما انهزمت حركة النهضة وأصبحت هي الكتلة الثانية بعد نداء تونس، ولم يؤول لها إمكانية حكم تونس من خلال
منح تولي تشكيل الحكومة، وقد بنت حركة النهضة كل تصوراتها على أنها هي التي ستفوز في الانتخابات التشريعية. أفهم من كلامك أنكم في الجبهة الشعبية أو خلافا، معلش خليني نفهم كلامك، معلش دقيقة خليني نفهم كلامك، أفهم من كلامك بأنك الجبهة الشعبية وخلافا لحركة النهضة لا تطمع ولا تطمح في المشاركة في السلطة. هذا قلناه منذ البدء، قلنا بالنسبة للجبهة الشعبية ليست معنية بأن تكون في الحكومة، الجبهة الشعبية ليست معنية بأن يقع إسنادها حقائب إدارية بعينها، لكن الجبهة الشعبية معنية بالبرامج ومعنية بمدى يعني تبني الحكومة القادمة لجزء من برنامجها الانتخابي. نحن تعاملنا بصفة معقولة وقلنا أن حجمنا ليس حجما كبير، ونطمح أن يكون في مستوى حجمنا هذا تبني لمستوى معين من برنامجنا، ولسنا معنيين بأي حقيبة وزارية كانت، لكن مستعدين لمنح الثقة للحكومة إذا كانت تبتقي معنا في هذا الحد أدنى من البرنامج. في الحد الأدنى ما هو البرامج الاقتصادية؟ معلش البرامج الاقتصادية والاجتماعية، لأنه نحن نعتبر وأنه الإصلاحات الهيكلية التي طرحت منذ 4 سنوات واللي حاولت حكومات الترويكا أن تنفذها المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، هذه البرامج في عناوينها نحن متفقون معها، لكن في مضمونها لسنا متفقين معها، باعتبار وأنه مسألة الإصلاحات الهيكلية هي اللي تخص قطاع البنوك والصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة الدعم ومراجعة مجلة الاستثمار، هذه عناوين كبيرة لكن في مضمونها لسنا متفقون. نريد أن تقع مراجعتها بشكل سيادي بشكل وطني يسمح لحلول حقيقية لتونس، أخذ باعتبار خصوصية تونس وأخذ باعتبار الواقع التونسي، لأنه هذه الإملاءات التي تأتينا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تغني ولا تفقر من جوع، وهي عاجزة على أن تجد الحلول الحقيقية لتونس. طيب ماذا عن الذي الكلام، معلش خلينا نتحاور، مصاغة من وجه نظر تونسية لطفا، معلش مصاغة من وجه نظر وطنية تأخذ من اعتبار استحقاقات الثورة. هذه النقطة وصلت يا سيدي، خلينا نتحاور نقطة واحدة قبل أن نذهب نعود إلى سيد ناجي جلول. ماذا عن الانقسام؟ ما هناك من يقول هناك انقسام داخل الجبهة الشعبية بين تيار معتدل يطمح إلى يعني المشاركة في الحكم بطريقة أو بأخرى، وبين تيار ماركسي يشهر راية الاشتراكية أمام أحزاب جلها أو معظمها أو كلها ليبرالية. والله بالنسبة في الجبهة الشعبية ليست لدينا توجهات ليبرالية، لا أعلم هذا، أما فيما يتعلق معناها في التصورات الماركسية أعتبر وأن الجبهة الشعبية هي جبهة سياسية ليست جبهة ديولوجية. الجبهة الشعبية غادرت المربع الديولوجي لكي تتموقع في التصور السياسي البحث في، والجبهة الشعبية متفقة على أرضية سياسية تجمعها، فيما عدا ذلك الخلافات ممكنة، قد نختلف في وجهات النظر، قد تكون هناك اختلافات في التقديرات، لكن نبقى السقف هذه الاختلافات هو وحدة الجبهة الشعبية. أما فيما يتعلق بالمشاركة، على علمي ليس هناك أي طرف من أطراف الجبهة الشعبية يرغب في المشاركة في الحكومة، ولم يعلن أي طرف من الأطراف رغبته في المشاركة في الحكومة، ولا حمى همامي، ولا حتى حمى همامي، لا ولا حتى حمى همامي لم يقل ولم يعلن البتة أنه معني بالمشاركة في الحكومة. نحن معنيون بأن نعطي ثقتنا للحكومة في حالة توافقنا معها في حد أدنى من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. حتى الآن هذا بشكل واضح موقفنا، حتى الآن هذا الحد الأدنى لم يتم حتى هذه الساعة التوصل إليه. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. الساعة الآن في باريس هي 2:44 دقيقة، الساعة الآن في تونس هي 2:44 دقيقة. نعود إليك السيد ناجي جلول، عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس. استمعنا معا إلى ما قاله ممثلون عن حركة النهضة والجبهة الشعبية بما يخص التشكيلة الحكومية. يبدو أن النهضة ونداء تونس متفقان حول حكومة وحدة وطنية، هل أنتم متفقون سيدي؟ نحن متفقون وغير متفقون. كيف؟ مشكلة نداء تونس أنه هو الحزب الفائز في الانتخابات، إذن هو الحزب الفائز في الانتخابات وله برنامج اقتصادي واجتماعي ليس بليبرالي، إذن له برنامج إصلاحات كبرى. بطبيعة الحال نحن لم نفز بالأغلبية المطلقة، إذن نحن بحاجة إلى حلفاء. نحن نعتبر أن حلفائنا الأقرب منا جبهة شعبية تبقى قريبة جدا منا، إذن حركة الفاق قريبة من جدا، وهنالك نحن طرحنا إمكانيتين، لا نطرح 10، إما أن تكون حكومة ائتلافية تتحصل على سند سياسي داخل البرلمان مع الجبهة وأفاق وكذلك الاتحاد الوطني الحر، أو إمكانية أيضا تشكيلها مع إذا حكومة أوسع مع ائتلافها مع النهضة. نحن نبقى منفتحين على كل الاحتمالات. ما يهمنا نحن أن نمضي سريعا في تقديم الإصلاحات مع سند سياسي هام، إذا لأننا في فترة إصلاحات، فترة انتقالية، وما نعيبه نحن على هذه الحكومة فقط، وكما قلت أنها تبعث برسالة سلبية. ما هي الرسالة السلبية؟ يعني نحن في فترة بناء حياة سياسية، نحن في فترة بناء مشهد حزبي، والأحزاب هامة جدا. مع تأشير حكومة 80% فيها من المستقلين، ماذا نقول للشعب التونسي؟ لا تنخرطوا في الحياة السياسية، لا تنخرطوا في الأحزاب، أبقوا على الربوة. وسوف لا يمكن أن تسير حكومة سياسية بدون سياسيين، هذا ما نعيب على هذه الحكومة. يا سيدي، يا سيدي ناجي جلول، هل يمكن، يعني أنت تقول نحن أقرب إلى الجبهة وأفاق، الجبهة الشعبية وأفاق، وهناك من يقول من ناحية أخرى إلى أن نداء تونس في البرنامج الذي قدمته في الانتخابات الأخيرة وبرنامج ليبرالي وهو أقرب إلى النهضة، فإذا هل يمكن لنا أن نقول اليوم أن هذا التوجه إلى حكومة التكنوقراط هو أكبر دليل على انقسام الرؤية داخل نداء تونس؟ لا سيدتي، شوف، برنامج نداء تونس ليس برنامج ليبرالي. برنامج تونس فيه إذا برنامج للسكن الاجتماعي طموح جدا، فيه برنامج للتشغيل طموح جدا، فيه برنامج للحيطة الاجتماعية طموح جدا. ماذا ننوي بالليبرالي؟ إذا نحن بالعكس، إذا نحن حزب، إذا نقول دائما نحن حزب بورقيبي جديد، نيو بورقيبيس، يعني حزب والبورقيبة قامت على نفس اجتماعي. برنامج الحزب الحر الدستوري في 36 مستوحى من برنامج الجبهة إذا الشعبية لفرون بوبولير في فرنسا. إذا كفانا كلاما هذا، وإذا نواة الصلبة إذا لنداء تونس مع وجود إذا اليساريين، مع وجود المستقلين، هي نواة دستورية إذا يسارية. هذا ما تقوله؟ لا نقول لا يسارية، أقول أنها ذات توجه اجتماعي. إذا نحن تجاوزنا خلافات اليسار واليمين ولنبني إذا فكر سياسي جديد يعتمد على إذا الوسط الاجتماعي. إذا برنامجنا ليس ليبرالي. أنا كل من يقول برنامج ليبرالي عليه أن يعيد قراءة هذا البرنامج، سوف يكتشف أنه ليس برنامج ليبرالي، ونقاط الالتقاء مع الجبهة الشعبية في البرنامج كبيرة جدا. الالتقاء مع برنامج أيضا النهضة أكيد، لأن حتى برنامج النهضة أنا لا أعتبره برنامج ليبرالي. إذا أنت، نحن في مجتمع جديد، نحن في طور بناء إذا الدولة الوطنية، ولا يمكن لنا أن نكون ليبراليين. إذن في هذا الناحية نحن منفتحين على الكل، وهذا ما قاله نداء تونس. نحن نريد دعم سياسي واسع لهذه الحكومة لكي تتواصل. نحن لا نريد حكومة هشة تسقط بعد 4 أشهر و5 أشهر. طيب يا سيدي، كيف تفسر اختيار، ما هي العوامل التي جعلت من الرئيس باجي قايد السبسي يختار السيد لحبيب الصيد؟ سيدتي، اختيار حبيب السيد ليس اختيار رئيس باجي قايد السبسي، هو اختيار نداء تونس.
طيب. الموقف الأغلبي داخل المكتب التنفيذي ديال تونس وهو إسناد إذن رئاسة الحكومة لشخصية من خارج نداء تونس لكي لا يقال عننا متغولون ونريد أن نستأثر بكل الأحكام. إذن نحن أسندنا لكن مع إذن هذا إذن المستقل سوف يطبق برنامج نداء تونس بطبيعة الحال باعتبار ليس لنا الأغلبية. إذن لنا قلنا سيطبق برنامج نتفق فيه مع من يدخل الحكومة. إذن نحن عرضنا برنامج مينيمم إذن على من سوف يدخل الحكومة يعني الحد الأدنى. نعم الحد الأدنى هو برنامج الحد الأدنى إذن مع القاع على صحات جوارية. إذن نحن ليس لنا اختلاف مع النهضة في مسألة الريف مثلا ليس لنا اختلاف مع النهضة في مسألة يا سيدي الأمر غريب جدا يا سيدي. هناك حلقة مفقودة. نداء تونس اختار رئيس وزراء من خارج نداء تونس للاتفاق على تشكيل حكومة الحد الأدنى. رئيس الوزراء المكلف خرج عن نداء تونس ولم يختر إلا 6 حقائب يعني وحتى الآن لم يتوصل إلى تشكيلة حكومية ترضي الجميع. هناك حلقة مفقودة أليس كذلك؟ هنالك ربما بعض التسرع في إذن إنجاز هذه المهمة وفي إذن برغم أن إذن الموارد الدستورية ما زالت نحن نعتبر أن السيد أحمد السيد إذن تسرع نسبياً في تشكيل الحكومة. لهذا كعدنا إلى المفاوضات. اليوم هنالك مفاوضات مع حركة النهضة، مفاوضات مع الجبهة الشعبية، مفاوضات مع أفاق، مفاوضات إذن مع إذن بعض إذن القوى الأخرى الصغيرة. هنالك اليوم عرضنا عليه إذن أيضاً تركيبة جديدة من داخل نداء تونس. إذن قلنا أن نسبة إذن الحقائق ضعيفة بالنسبة لنداء تونس. أنا رأيت أن السيد أحمد السيد منفتح على كل هذا. نحن سنعيد المشاورات، سنتشاور وسوف نخرج إذا يخرج السيد السيد بنسخة جديدة تضمن لهذه الحكومة الاستقرار وخاصة تضمن لها أن تمر داخل المجلس الوطني أو مجلس الشعب. سنعود إليك لنتعرف إن أردت على بعض من المعالم التي تطمحون إليها. نعود إلى سيد الحبيب خضر عضو كتلة حركة النهضة. سيدي الكريم، هل فعلا تريدون فرض حكومة وحدة وطنية طمعا في السلطة؟ للتأكيد أن موقفنا هذا الذي نتبناه اليوم هو تقريبا ذات موقفنا في أكتوبر 2011 عندما كنا الفائزة وبفارق كبير جدا على بقية الأطراف في الانتخابات التأسيسية. أنا ذات دعونا الجميع وقلنا نحن نريد أن نبني حكومة يشارك فيها الجميع، نريد لكل أبناء تونس أن تتعاضد جهودهم من أجل خروج ببلادنا بأسرع وقت ممكن من هذا المربع الصعب. تأخر كثيرون، لم يتقدم لمشاركتنا إلا حزباني وشكلنا بذلك الترويكا. نفس الموقف أعلناه ونحن بصدد خوض الحملة الانتخابية ولم يكن معلوما آنذاك ماذا ستكون النتائج. ونفس الموقف وهو موقف مبدئي إذن نتمسك به اليوم. نحن لسنا بصدد تسول حقائق وزارية أو ما إلى ذلك، نحن بصدد اقتراح نراه الأفضل لبلادنا للخروج بها من هذه الوضعية. من يختار خلاف ذلك؟ من بيده القرار؟ وهنا الكرة بالأساس عند حركة نداء تونس، يستطيع أن يقرر خلاف ذلك ولكنه يتحمل المسؤولية التاريخية بالنسبة لبلادنا وبالنسبة لصعوبة الخروج من الوضعية التي تعيشها بلادنا إن اختار أن يحكم لوحده أو إن اختار أن يحكم بأغلبية ضعيفة ستجعل هذه الحكومة تتعثر في كل خطوة تريد اتخاذها. يعني هذا تلويح، هذا تهديد مبطن أنكم ستعرقلون كل اتجاهات لحكومة لا تضم النهضة، هذا ما تقوله؟ لا 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 لا، لا ليس بهذا المعنى، ولكننا نقول أنه إذا كانت هناك خيارات تخدم البلاد فنحن معها، ولكننا أيضا في المقابل سنتصدى لكل ما نرى فيه محاولة للارتداد أو للانتكاس. بلادنا حققت مكتسبات مهمة خاصة في مجال الحقوق والحريات، لا نرتضي أن تكون محل تراجع. أيضا نعتقد أن هناك خطوات مهمة جدا لابد أن تقطع في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. إن رأينا أن الخطوات التي تقطع في الاتجاه الصحيح فنحن سنكون مساندين لها، ولكننا من باب أولى نقول أن الأفضل أن يكون الجميع شركاء في ضبط هذه البرامج، في تحديد
أولوياتها حتى يكون الجميع أكثر حماسة لتنفيذها والدفاع عنها. ألا تعتقد بأن يعني الذهاب نحو حكومة تقل فيها يقل فيها الوجود السياسي هو بالنهاية ضمان لها لكي تكمل المهمة الشاقة من دون استقطاب سياسي في الوقت الراهن؟ على العكس من ذلك، القرارات المتخذة والإصلاحات المطلوبة إصلاحات لعل بعضها مؤلم بعض الشيء وصعب بعض الشيء يحتاج إلى أن تكون هناك حزام سياسي أو قاعدة سياسية واسعة محيطة بهذه الحكومة وتحقق لها الاستقرار اللازم. رأينا أن عندما يتعلق الأمر بحكومة ليس لها سند حزبي قوي فإنها تعيش كثيرا من التردد وتعجز عن اتخاذ قرارات مهمة لإصلاح الوضعية في بلادنا. نعتقد أن توسيع دائرة التمثيل السياسي، ولهذا نحن قلنا نحن مع أن يشارك فيها الجميع ولا نريد أن يخفى منها أحد، وحتى عندما كانت الجبهة الشعبية ترفع شعار أننا لا نريد للنهضة أن تكون في الحكومة، كنا نحن نقول نريد للجبهة الشعبية أن تكون طرفا في هذه الحكومة، نحن نريد أن يكون الجميع شركاء في هذه الحكومة حتى تستطيع أن تتخذ القرارات اللازمة وترسم البرامج اللازمة لسرعة إخراج بلادنا من الوضعية التي فيها الآن. هل تقبل النهضة بحقائب ليست سيادية؟ الأمر لا يتعلق الآن وبتوزيع أو محافظة لهذه الحقائب، نحن نحتاج إلى أن نتفق على جملة من النقاط. نعتبر أن من حقنا إن تم الاتفاق على أن نكون شركاء في هذه الحكومة، أن من حقنا أن يكون لنا قول في التركيبة الكاملة، يعني لا يمكن أن توضع يعني لن تقبلوا بأي شيء، أكيد لن تقبلوا بالفتات يا سيدي. والأهم من هذا أن نكون شركاء في وضع البرنامج، يعني لا يعقل أن البرنامج يتخذ القرار في شأنه في غرف مغلقة ثم يكتشفه نواب النهضة في مجلس نواب الشعب. لا، على أي أسس أن نكون شركاء؟ على أي أسس يتم اتخاذ البرنامج خاصة في المجال الاقتصادي؟ وسأنتقل بعدها للسيد منجي الرحوي، تفضل. نحن بالنسبة لنا قدمنا تصورا متكاملا لجملة من الإصلاحات التي نراها ملحة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مستوحاة من برنامجنا الانتخابي، وقلنا أننا منفتحون لنتحاور حولها مع مختلف الأطراف التي ستكون شريكة. يعني أسس ليبرالية إن أريد يعني أسس ليبرالية في الاقتصاد. لسنا بصدد الحديث عن أسس ليبرالية، لا، نحن نتبنى الاقتصاد الاجتماعي الذي يأخذ بعين الاعتبار وهو يرنو إلى تحقيق التنمية في البلاد، يأخذ بعين الاعتبار وضعيات الفئات الهشة ويركز كثيرا على جانب توفير فرص الشغل وتوفير الحقوق. فيا للعجب يا سيدي الكريم، للمرة الثانية أنتم متفقون أنتم ونداء تونس والجبهة الشعبية متفقون. دعني أذهب إلى سيد منجي الرحوي. سيد منجي الرحوي، هذا الكلام إضافة وجيزة عفوا لهذا نقول أن ما يجمعنا كتونسيين أكثر بكثير مما يفرقنا، ولهذا نتمسك بأننا نقول الأفضل أن تكون حكومة تجمعنا جميعا. طيب وصلت الفكرة. دعني أذهب إلى سيد منجي الرحوي وسنختم معك هذه الحلقة. سيدي الكريم، أنتم متفقون، الجميع يتحدث عن الفقر والبطالة، الجميع يتحدث عن الفئات الأكثر فقرا في تونس، الجميع يتحدث عن الجانب الاجتماعي، أنتم متفقون إذن؟ لا، شكرا على هذا السؤال. فيما يتعلق بدرجة اتفاقنا أو خلافنا في البرنامج الاقتصادي الاجتماعي، هو أنه في تونس الليبرالي لا يمكن له أن يكون ليس لديها عمق اجتماعي، وكذلك الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية أو اليسارية الاجتماعية أو الوسطية الاجتماعية ليست لديها الإمكانية أن تكون منكرة للتوجهات الليبرالية، بمعنى وأن هناك توافق تاريخي حول إصلاحات ذات بعد ليبرالي اجتماعي بشكل عام. بين من؟ ولذلك تجد نوع من التقارب بين مختلف البرامج، لكن هذا التقارب هو تقارب برامجي وليس معناها تقارب حقيقي. أنا في الواقع عندما
كانت النهضة في الحكم رأينا وأن توجهها ليبرالي ومؤثرية باعتبار أنه كل القوانين التي تم اعتمادها والدفاع عنها هي معناها قوانين ليبرالية بحتة، وكل الإصلاحات كما طرحتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وقع تبنيها كما هي من طرف الترويكا، بمعنى وأنه في البرامج ما هو حبر على ورق ممكن وأن تطرح هذه الأحزاب برامج متشابهة باعتبار أن الواقع التاريخي يفرض على الجميع أن تكون برامجها مستجيبة لهذا الواقع التاريخي. هل تثقون في النهضة كشريك في الحكم؟ هل تثقون في النهضة؟ بمعنى وأنه الليبرالي لا يمكن أن ينكر المطالب الاجتماعية. أيوة. والأحزاب الاجتماعية لا يمكن أن تنكر ضرورة الاستثمار. سؤال واحد. وضرورة معناها تشجيع. هل عامل الثقة موجود يا سيدي؟ سيد منجي. نعم. عامل الثقة. نعم. هل يتواجد عامل الثقة؟ بالنسبة لنا عامل الثقة هو في مستوى صفر مع حركة النهضة. هاي هي. لأنه كانت عنا لدينا تجربة معهم. شكراً. مدة 3 سنوات. انتهى الوقت. شكراً. هذه كلمة الختام. الثقة. هناك أزمة ثقة حقيقية في تونس. سنتابع الوضع ونوفيكم.